كده ثلاث انديه بيطلعوا بيانات في جوله اولى، وهرجع لمحمد لو قال انا ما رحتش للمعسكر التحليلي. هرجع للجزء ده بس انت فجرت جزئيه مهمه جدا، الظهور الاعلامي للحكام. بكل امانه يا كابتن فاروق، ظهور الحكام اثناء البطوله كان بمعرفتك ولا اتفاجئت زينا؟ شوف يا كابتن، بتكلم بمنتهى الامانه عشان انا ما عنديش حاجه اخبيها. تمام. انا في اليوم ده كنت قاعد الصبح في الفندق مع ابراهيم، وهو كان بيكلمني ان هو يطلع يتكلم ويشيد باداء الحكام. ما كانش عندي مشكله خالص. قبل البرنامج بساعتين انا ببص كده لقيت ان في حكمين طالعين البوست بتاع الاعلام البرنامج على النت، يعني نازل على المواقع يعني. اتفاجئت؟ اتفاجئت. الكلام ده كله متسجل معايا على الواتساب يعني عشان تبقى عارف. لا مصدقينك طبعا. مصدقينك. بس انت رئيس لجنه، فوجئت ان الحكام طالعين من غير ما ياخدوا رايك. كلمته قلت له ايه اللي بيحصل ده؟ قال لي ما انا قلت لك واحنا قاعدين في الفندق تحت وانت وافقت. قلت له لا، انت قلت لي انا هطلع ما قلتيش الحكام. فانا دلوقتي هاخد قرار، وفعلا كنت هعمل كده. اللي انا همشي الحكمين ترجعهم القاهره. ارجعهم القاهره واستعين بحكمين من الامارات واكمل البطوله. ده خبر جديد اول مره يتقال. معلومه جديده. الكلام ده يعني اول مره اسمع الكلام ده. يعني كان الكابتن محمد فاروق رئيس اللجنه وقتها اخر من يعلم، وكان زينا، بظهور الحكام في القنوات الفضائيه في الامارات هناك، وكان هياخد قرار بعودتهم لمصر واستخدام او التعاون مع الاتحاد الاماراتي. وبعت للدكتور ايهاب الكومي باللي حصل وقلت له. يعني الاتحاد كمان بقى عنده علم؟ طبعا. طبعا كلهم كان عندهم علم. لكن محمد، يمكن انا في اللحظات الاخيره حفاظا على اسم مصر اللي انا فعلا بحبه كتير جدا، قلت مش عايز اعمل مشكله برضو لينا، وكنت ناوي فعلا والله العظيم بمنتهى الامانه اللي انا فعلا هجيب حكمين النهارده اكمل البطوله. لكن قلت هنكمل البطوله وربنا يكرمنا ووفقنا، ولما نرجع هنا يبقى في كلام تاني. كابتن ناصر، رايك ايه في الخبر المفاجئ ده؟ هو مفاجاه بالنسبه لي على فكره، انا اول مره اعرفه. ولكن انا برضك هروح لنقطه مهمه جدا يا كابتن محمد. انا عندي الحكام دي حكام دوليين عندهم مسؤوليه، خلي بالك. تاني، حكام دولي، حكم دولي عنده مسؤوليه وعنده تعليمات من الاتحاد الافريقي، ما بيطلعش في اي اعلام طالما في بطوله. يعني انا مش بعاتب على بس المسؤول اللي سمح، ولكن انا ايضا بعاتب على الحكام. وبسال سؤال، هل حكام دوليين عندنا في بطوله مجمعه تبع الاتحاد الافريقي اتحاد دولي حد يجرؤ يطلع في الاعلام ومعسكر شغال؟ زي ما قلت، لو حصل بيقول لك حاجه واحده بس، اتفضل خد شنطتك وروح. مفيش هزار. لما هنا في مسؤوليه تقع على الحكام الدوليين اللي هم طلعوا اثناء البطوله. كابتن، ده ملخص الكلام. كابتن امين عمر ادار النهائي لغايه اللحظه دي مفيش تصريح تلفزيوني واحد ليه. كابتن امين عمر اللي هو حكم النهائي واللي كان عريس التحكيم في بطوله السوبر المصري في الامارات لم يخرج ولم يصرح في اي قناه فضائيه او حتى عبر اي برنامج. سؤال مهم جدا، انت قلت حاجه مهمه جدا. هو امين عمر عارف كويس قوي ان هو ممنوع من ان هو يطلع في اي برنامج، لان هو بيشتغل تحت منظومه الاتحاد الافريقي، وعارف ان كل خطوه بيعملها امين عمر بحسابات، تمرين بحسابات، اكل بحسابات، كل حاجه بتعمل بحسابات يا كابتن محمد. وبالتالي عارف كويس قوي دوره ايه وايه واجباته ايه اللي هو المفروض يتعمل. عشان كده هو ما طلعش في الاعلام، لان هو عارف لو طلع في الاعلام بدون تعليمات من الكاف هيتوقف.